سلام على شعبنا هذا سيد بن علي بن محمد بريك من منفاه الباريس المؤقت، يحييكم ويشد أيديكم كالعادة. أنا وقت اللي وجدي غنيم قال فماش واحد من اليسار الشيوعي الكافر المخنث يعمل معايا حوار تو نفهمه قدام العالمين. أنا عملت فيديو ونشرت في العالم كله واسمه سلو، وما حبش يتجادل معايا لأنه ما يقدنيش، وكما حتى كلب في الساحة السياسية التونسية والإسلامية نجم يحكي معانا نحن. هو باش نعمل حوار أنا ارتيفيسيال وفاكتيس ولا يسميه ولا إيماجينير بيني وبين الشيخ الحرباء المؤمن بدين الله اللي صوروا البوليس نتاع بن علي وهو يراجع جارية في البيرو نتاعو، والفيديو هذا بالذات موجودة يا حبيبي يا جميل يا مؤمن اللي عندك بربيشة وعكازة ودا شنو الشيخ عبد الفتاح مورو. وباش نهبطوا هذا الفيديو هذايا وقت اللي نحبوا الوقت اللي اختاروه نحنا. هاي نبداو الحوار يا سي تو، مش نعوض مي القصوري مسكينه اللي غالبا كلالها قلبها او جلب لك باش يقلك باش نحي لك جديد. هاي سيدي او بدا الحوار. شخص وقف فهمه وادراكه في عام 60. به الاخوان جايه في الفيديو نتاعهم واحد ضرب صوت معكم كان العنف وقف الفهم. قال عبد الفتاح مورو قال للمية القصوري قال لها انت الفهم نتاعك وقف عام 61، انت الوقف الفكر نتاعك وقف وتوقف وتحبس عنده 5 قرون، والفكر نتاعك عنده 14 قرن. شكون جد انتم ولا نحن؟ في عام 60 اتطورت المرأة وتطور الراجل وحريات وديمقراطيات وثورات وعلوم والصناعة والفلسفة وأدب وثقافة وإلى غير ذلك. هذا في الستينيات. انتم مش عملتوا من 14 قرن؟ عملتوا اللي قاعدين نشوفوا فيه. نواصل. سيادتك انت قاعده تحلل في العالم الان على حسب المقولات اللي كانت قائمه عام 60 واللي كانت تقدم العالم وتقسم فيه على كونه فما يسار ويمين. وانت تقسم في العالم على فما اساس نتاع ناس كفار وناس مسلمين، واللي ما همش مسلمين حسب رايك انت في تونس هما براينيه، هما الكفار. راح مع سقوط حائط برلين وسقوط الاتحاد السوفيتي وتغيير الاحزاب السياسيه. سقوط حائط برلين وسقوط المعسكر الاشتراكي السوفيتي الشيوعي الكافر الملحد المرتد العميل الجبان الصهيوني الخروي الدولوي كل شيء. سقوط الخلافه شو معناتها؟ سقوط الاسلام، سقوط ما تسمى بالحضارة العربية الإسلامية إلى الدرك الأسفل من الحضارة ومن التخلف، إلى الدرك الأسفل من العبر السياسي والاستعمار المباشر لبيت الله الحرام في الحرم المكي، احتلال الكعبة وتلوث جدرانها وحيطانها بأيادي آل سعود المسلمين العرب المجرمين. السياسية الشيوعية أسماءها ما عادش الآن فما يسار ويمين. الشيوعية جابت القنبلة النووية والشيوعية بابت على أمريكا وما زالت تتبول عليها، والانتاجات نتاعها ما زالت حية في النووي في النانو تكنولوجيا في الفضاء في مذهب الراس نتاع أبوه، وأنت قعدت في بول البعير وهل البصرة تنقذ الوضوء ولا لا؟ في وجهك الكف. فما ناس متقدمين تقدميين وفما ناس رجعيين. المتقدمين والتقدمين هم الفرنسيس والأمريكان، والمتخلفين هما المركز الحضاري العربي الإسلامي في الكعبة في السعودية وأرض الله الحرام مسمية باسم جماعة خماس سوقات ولاد صهاينة آل سعود. واليوم الاتحاد هو متاع التونس الكل مش متاع اليسار. اليسار اللي ربما يكون فشل سياسيا ما يلزموش يلوج جحور يختبئوا فيها ومن خلالها ينقضوا على الحالات الأخرى ليفتح الأمة في ست الإسلامي قسابي قالت إن هيجة مفتعلة يراد بها رسالة النظام. هذا قالوا الراشد الخريجي في صحيفة الموقف، مش الموقف، في صحيفة الحبيب اللي كانت تطبع في دار الحزب الاشتراكي الدستوري، وهي جريدة ناطقة بلسان حركة الاتجاه الإسلامي، وكان مشولاء الكلب شو اسمه هو اكل زوتور وزوز متر وهكا اكل الاسلام
le capital, le rasbel, le jabel, le jabel. انا اقول لك اليوم القضيه مش قضيه يسار ويمين، هي قضيه ناس يجابه في الواقع وتابع تعبين فيه ويقدحوا من اجله، والاسلاميين يحبوا يكونوا هذا الطرف، وناس اخرين يحبوا يفتكوا نضالات شعبهم. اي سيدي، شنو من نضالات الشعب التونسي؟ في الستينيات اليسار التونسي حارب الديكتاتوريه نتاع بورقيبه وقوى الاتحاد عن توسي للشغل، وكل الهيجات وكل الهزات وكل الانتفاضات اللي قام بها شعبنا كان الاتحاد العام التونسي للشغل في الطليعه، وكان يدفعوا في الاتحاد العام التونسي للشغل هما كوادر اليسار المناضل المقاوم والمجاهد في سبيل الامه، الامه التونسيه مش الامه الاسلاميه. قال لك يحبوا يفكوا نضالات الامه، يعني شنو هو اليسار براني؟ كول كف يا حما، وانت يا شغلي كنت تدافع عليهم، الله يرحمك، الله غالب. انا من نسامح حد، شكون من سخري وفضلك عايشه؟ انا سخري مش نجم انا ما نجمش نفهم، مش نجم نتبع. لا تبعني و مش بس نتبع، كي تقول لي مش انت مش قادره مش تبعني. اي قول لي مش قادره مش قادره تبعني، انت جاي لهنا بفكره مسبقه، انت جاي بالتمبر نتاعك. انا ماني جاي بالتمبر نتاعك، انا جاي مواطن تونسي الناظم لاجل تونس. ما عندي مشكلة لا مع اليسار ولا مع اليمين، وماني منسحب من حتى شق دون شق آخر. اللي مستعد يخدم تونس أنا معاه، أما اللي مستعد مش يخدم الإيديولوجيا متاعه وقول له برمشي حيث طردت لتخدم الإيديولوجيا متاعك. وانت زاد اخويا برا منين طردت؟ برا للمكة والمدينة واخدم الإيديولوجيا متاعك اللي هي الإسلام. انت موك إسلامي ولا إيديولوجيا تحب تطبقها في الواقع وتردها دين دولة ولا إيديولوجيا؟ انت زاد برامج يطبقها، هاي كان ناجحه في السعوديه وناجحه في افغانستان وناجحه في السودان ونجحت في مصر، وهي ناجحه في سوريا ذبح ما شاء الله، وناجحه في اليمن في كل الدول العربيه الاسلاميه. والدول اللي ناجحه وهي شاده بالاسلام كما ايران عندها الحضاره نتاعها الفارسيه وعندها اللغه نتاعها وعندها المذهب نتاعها المذهب الشيعي اللي هو لحد هلا يعني اشرف من المذهب السني اللي يخدم في المصالح الامريكيه والصهيونيه. لابروف اللي صار في تونس تدمير سوريا بالكامل اللي العدو الصهيوني ما نجمش يعمل والى غير الاخ 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 واس تدمير هو الطرح اللي يشرق العالم. شنو هو الطرح اللي يشرق العالم؟ ما انتم زاد تقولوا دار الاسلام ودار الحرب، دار اللي فيها بلاد المسلمين هذيك دار السلام وطمأنينة، لا تقتلوا تذبحوا، أما تاخذوا الذمة تاخذوا الفلوس على اللي هم مش مسلمين ولو هم من أوطانكم اللي هم أنتم تحسهم مش أوطان، ما عندكمش وطن أنتم ما تأمنوش بيه، لكن في البلدان نتاعكم التشريك بين كافر ومسلم، بين علماني وطاغوتي وبين مسلم ومؤمن بالله ويحب يطبق شرع الله. قصر الدين والرجم وربع نسي والزكاة والأوقاف والأحباس، هاك الشيء اللي صار في 14 قرن هذوما اللي هاو الكل نشوفه في الخيرات نتاعو. وكيما طاح المعسكر الاشتراكي وسقطت الدولة الشيوعية ولا الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي، هذا دليل على سقوط الايديولوجيا الشيوعية الاشتراكية، أنا نجم نوفق فيه. كما زاد سقطت الخلافة وأصبحت نيشولا ماخورا للكفار والفجرة، يعني سقوط الايديولوجيا الإسلامية واصل. هو الطرح اللي انطلق عام 17 ولم ينجز. عام 17، عام 17 دخل حتى البرلين، عام 17، وعام 17 كانت روسيا دولة متخلفة، كما كانت الصين دولة متخلفة، أصبحت قوة عظمى وما زالت عظمى، أما أنتم النووي نتاعكم هو الدعاء في المساجد، اللهم دمرهم، اللهم اقهرهم، اللهم اخسف الأرض، اللهم يتم أولادهم وأبنائهم وصغارهم، وادعوا ادعوا 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 ربوا الخرواص. هو الطلع الطعن الطرح اللي تخلى عنه الشق الذي كان يتبناه وذمه، وليس دوري ان اذمه، وانما دوري ان اقول بان معركتنا اليوم هي معركه تنميه، وان التاطير اللي تم من خلال الاتحادات المختلفه ليس موجها بعضها ضد بعض، وانما هو موجه ضد الفكر المتخلف. اللي قاعد يقول الفكر المتخلف بلي وصلت عطفين على الانجاز. اليوم انا طالب بالمنظمه الشغيله ومنظمه رجال الاعمال باش تمد اليد لليد
باش تنجز المشروع الاقتصادي المنشود اللي من شأنه يحفظ حق العامل وكرامة العامل، لكن يحفظ لصاحب المال حقه في استعمال ماله واستثماره. واحنا مناش كابيتاليست كما سيادتك انت قاعدة تقول. وماكش كابيتاليست؟ شنو هو؟ الإسلام هوش كابيتاليست، إن الله يحب الأغنياء، تجارة، وكله كله هذو دلكم عن تجارة، كله تجارة الإسلام اللي بي كان تاجو كابيتاليستي كميل الكابيتال وكابيتاليست. شنو نحن ما ناش راس مالين. الراس الغنوشي قال المضاربة في البورصة حلال، المضاربة يعني بأقوات الشعوب وبدماء وعرق الشعوب وبجلدة الأطفال. ونشوف البارح في تصويرها متاع طفلة افريقية بيبي مجدود الشاب تربح في بنزلتهم وبنزلتهم ما فيهاش حليب، هذاك هو الرأس مال الشامل، وهذا الموجود في ديننا الإسلامي الحنيف اللي كان نعطيوها الزكاة. لكن المفيد على أرض الواقع ما كنتش تعطيوه في الزكاة. وقال لك سيدنا عمر بغلة ولا شنو هذا تعفر من العراق وما سيروا عليه، لاش بيه عنده ساتليت؟ هو عنده هكا الطفل هذا سواليزون بوعزيزي عملت له تقرير قالت له راهو فما بغله تعطلت من رويق البارد. والبلاد ما تقررتش نحكي عن بروجرام الكترال. يا استاذه ما عندناش بروجرام، البروجرام اللي عندنا هو بروجرام الناس الكل. الناس الكل وقت اللي حطت وعزت في الوقت. شوفك العموميات، ما عندنا بروجرام، ما عندنا حتى بروجرام الناس الكل. البروجرام اللي شفت خبز وماء وبن علي ده، خبز حريه كرامه وطنيه، الارض الحريه الكرامه الوطنيه، لا سمعنا للدوله الاسلاميه، لا شفنا خمار، لا شفنا حجار، لا شفنا العي، لا شفنا التكبير، لا شفنا رايه العقاب، لا شفنا الشريعه، لا شفنا الاسلام. انتم وقت في الجحور نتاعكم وتحضروا بن شلاء للقضاء على ما تسمى بالثوره اللي جابتها لكم امريكا. وانت يا الباجي البارح قلت برشا كلام ما عجبنيش برشا، اتونت لهذيك امتزاله واصل. وهو خطا، ولست مع هؤلاء، وهؤلاء يكذبون جميعا. اللي وعدوا الشعب وانزلولوش كذابين، اللي وعدوا بالخبزه ب 100 مليم، واللي وعدوا باش يبني 1000 دار، واللي وعدوا باش يخدم 100000، كلهم كذابين في الوقت ذاك. اليوم نقول لك الوعد هو حسب المعطى الموجود. شكون اللي وعد وخلف؟ شكون اللي قال 400000 ومليون عامل وتونسي تولي كسويسرا؟ شكون الكذاب؟ سيدك وابوك وراجل امك راشد الغنوشي، يا فاسد يا عاهر يا قرد يا كلب يا كذاب. على قد ما تزيد تكبروا وتصليوا على قد ما تزيد محي بأشكالكم ومحي بروايعكم. جود اللي قاعد يمارس في الواقع يلزمه يدرك اشني هي العقبات اللي قدامه. فما عقبات كبيره قدام التوانسه، وسيادتك انت اذا كان يحرقك الحليب كما يحرقني انا على تونس، انا اللي قاعد نتكلم في الكلام الاول. تمامش بتونسي، تم البرومه الاسلاميه. الحليب راك هبطت الصنت على يديك وما مصونين بعدها. لكن انا نقدر فيك واحترم فيك التغذيه اللي حركتني فيها واللي اشعرتني فيها بانه فما ناس مازالوا يعيشوا في صراع موهوم ولا وانقضى وانتهى وما عادش حسنا بيه. شنو هو الصراع الموهوم؟ الكفار والمسلمين او طول العصا ضرب بها المراه؟ اسمع الخنزير قول قول كلمه بتاع كفار هذه، قول كلمه ملكان خاصه. يعطيك الصحة يا مي الله غالب، ولا كيما في الكلب العياري تعطيه النقد نتاعك وهو باش وقت باش يجاوبك تقول ماني باش نجاوبك، والاخر وليت تجاوب فيه وكركرك وجابك ورقصك وشيخ عليك. ما مسحتش به الارض يا مي يا شيباكوا، يا مي القصور وجسد القصور شيباكوا. المطروح عليك كمثقفة وكمناضلة واللي تحمل روحك حاملة بورت بارول نتاع الوطن، أنك تقول له سقوط الدولة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي يعني سقوط الفكرة والأيديولوجيا الشيوعية والماركسية اللينينية وسقوط الخلافة العربية الإسلامية منذ قرون، وهي توا الاتحاد السوفيتي اللي روسيا الفيدرالية اليوم مازالت فيها برشا دول وقوة عظمى ومازالت حية، واللي هي اللي مانع الملائكه اللي تحارب في سوريا ضد صدام حسين انها تنتصر. ما جبتوا الملائكه تحاربوا بها وقلتوا واخرى لا ترى موجوده في القران تفسر الملائكه اللي تحارب وكل شيء، وانتم خرجتوا لنا دي فيديو فيها عديفة كتحوسوا وتحارب وتهز في الموتى وتقاتل. لكم بالقريصة بشر صد بفضل بقايا الاتحاد السوفيتي الاشتراكي الكافر بايل عليكم وبايل على جميع الامم في العالم. ظهر لي كملنا بون سيت ان كلون جاوب عليه وبيانتو نخرجوا لك تصوير الفيديو نتاعك وانت تضاجع انثى برضاها لكن بدون زواج وانت محصن، دونك تستحق الرجم يا ولد النيبونه. اييه هي قلت كلمه زايده. بون كالعاده انتم ما تبارتاجيوش
سلام على شعبنا ونلا ثورة حتى النصر. هذا أكسيل بن علي بن محمد بريك من فاه الباريس المؤقت، يحييكم ويشد على يديكم كالعادة، ويتبول كذلك على العادة كالعادة للإخوان المجرمين السفلة والقتلة.